امتحان البكالوريا لهذا السنة بطبيعة الحال عرف واحد المستجدين أساسيين. المستجد الأول يتمثل في إضافة واحد الخاصية اللي يسموها هويتي، وهذه الخاصية ديال هويتي تم الربط بين قاعدة بيانات المترشح على مستوى فضاء متمدرس مع قاعدة بياناتي على مستوى الأمن الوطني. هذا بطبيعة الحال غادي ينقص لنا من هامش الخطأ بالنسبة لشواهد البكالوريا، بالنسبة للأخطاء المسجلة على مستوى شواهد البكالوريا. ثم أيضا المستجد الثاني هو مستجد جد أساسي ونوعي جديد على مستوى العملياتي والإجرائي، يتمثل في إضافة خاصية الترميز الإلكتروني. الترميز الإلكتروني هو واحد الكود QR اللي غنضيفوا الأوراق التحرير، وفضلنا بفضله غادي نحصلوا على السرعة، نحصلوا تاني على السرية وعلى الفعالية في جودة البكالوريا. إذن هادو كانوا واحد الخاصيتين أساسيتين اللي ضافوا هاد السنة. بالنسبة للمركز امتحان الخاص بالقدس فهو كيضم اليوم 546 مترشح، 326 منهم من الإناث، يتوزع عبر 6 مسالك. مسلك علوم حيث الأرض عندنا فيه 101 مترشح، مسلك العلوم الفيزيائية عندنا فيه 198 مترشح، مسلك علوم الرياضية عندنا فيه 9 ديال المترشحين، مسلك العلوم الاقتصادية فيه 39 مترشح، أيضا مسلك الآداب 10، مسلك العلوم الإنسانية 188 مترشح. هذه العملية بطبيعة الحال جند لها المركز الإقليمي للامتحان وكذلك المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية باليوسفية 144 مراقب ومراقبة إجراء من مختلف المؤسسات الأخرى. ولهذا كنتمنى التوفيق للوليدات ديالنا، كنتمنى لهم النجاح، دوز واحد السنة حافلة بالعمل وبالجد، وكنتمنى أنه يتكلل الامتحان الوطني بالنتائج المتميزة، وشكرا.